باسم رسول الله يا اهلكم من تسخر كتوا علينا امين. وانا اعلمكم يا اخوتي ان الانجيل الذي بشرتكم به هو الذي قبلتموه، هذا الذي انتم فيه ثابتون، هذا الذي ايضا خلصتم من قبله، لاني بالكلام بشرتكم ان كنتم تتمسكون به، والا فقد امنتم، لاني سلمت اليكم اولا ما قد اخذته ان المسيح مات عقد لنا كما في الكتب، وانه رسل وانه قام في اليوم السادس كما في الكتب، وانه ظهر لكيفا غير السفر ثم ظهر للاثنى عشر، ومن بعدهم لاكثر من 500 اخ معا اكثرهم باقنا احياء الى الان، ومنهم من قد رقد ثم ظهر ليعقوب ثم ترى لسائر الرسل وقناتهم جميعهم، انا الذي مثل الصدق ظهر لي ايضا، وانا اصغر الرسل كلهم ولست انا لا نودع رسولا من اجل نفاق كنيسه الله، وبنعمه الله صرت الى ما انا عليه، ونعمه التي هي في لم تكن باطله، بل قد تعبت اكثر من جميعهم، ولكن لا انا بل نعمه الله التي معي، فسواء كنت انا ام اولئك فهكذا نبشر وهكذا امنتم، وان كان يكرز بالمسيح انه قام من بين الاموات فكيف صار قوم بينكم يقولون انه لا تكون قيام للاموات، فان لم تكن قيام للاموات فالمسيح اذا لم يقم، وان كان المسيح لم يقم فكرازتنا باطله وباطل ايضا ايمانكم، وسنوجد نحن ايضا جهود